اهم دول الثري كونديشنز بتوعي اللي انا لسه قايلهم. لازم الديستانس ما بين بي وكيو جيفن ان بي وكيو دول تو سامبلز. صوت ورا يا شباب. لازم يطلع بمين؟ اكبر من كام؟ اكبر من الزيرو. وبيكون في زيرو في حاله واحده امتى؟ لما يكون ايكوال زيرو. ولازم الديستانس ما بين البي والكيو رقم 2 تكون ايكوال الديستانس ما بين ايه؟ الكيو والبي. ولازم الديستانس ما بين البي والار مثلا تكون اقل من او يساوي الديستانس ما بين الكيو والار ومين؟ والبي والكيو. يعني الديستانس ما بين اي تو سامبلز تكون اقل من او يساوي السمشن بتاع مين؟ بتاع التو سامبلز الباقيين. اوكي يا شباب؟ ممكن بقى يجي لنا في الامتحان اي ايكويشن كده. ونشوف هل الايكويشن دي ديستانس ميجر ولا لا. اوكي؟ طيب من ضمن الاكزامبلز بقى للديستانس ميجرز الاكليديان ديستانس، اكيد كلنا سمعنا عنها. ولا ما سمعناش؟ لو عايز احسب الاكليديان ديستانس ما بين ده وده هي السكوير روت بتاع كل واحدة بي كي ماينس كيو كي سكوير. يعني اعملها ازاي؟ 1 ماينس 2 1 ماينس 2 سكوير بلس 3 ماينس 2 سكوير بلس 50 ماينس 66 سكوير. ولما اخلص اخد السكوير روت. لو احنا طبقنا ال 3 رولز دول على الديستانس ميجر هنلاقيها هي هي. وده دليل ان هو خد ايه؟ عمل السكوير. ليه عمل السكوير؟ عشان ما يبقاش فيه نيجاتيف خالص. عشان الديستانس تطلع بالبوزيتيف. يس. فده ده الاكليديان. طب السيتي بلوك انا مش كاتبه هنا بس يعني علينا. السيتي بلوك عباره عن الابسوليوت فاليو بتاع البي ماينس كيو. الابسوليوت فاليو بتاع البي ماينس كيو. ليه خد الابسوليوت فاليو؟ عشان ما يطلعش بالنيجاتيف. فالابسوليوت فاليو بتاع 1 ماينس 2 بكام؟ 1. والابسوليوت فاليو بتاع 3 ماينس 2 والابسوليوت فاليو 50 ماينس 66 واعمل عليهم سمشن. ماشي؟ سمشن بتاع الكلام ده. اجمع 1 زائد 1 زائد 16. طبعا نفس الكلام لو انا عملت الديستانس ما بين كيو ماينس البي هنعمل الابسوليوت فاليو ما بين 2 ماينس 1 بلس 2 ماينس 3 ابسوليوت فاليو بلس 66 ماينس 50. اوكي يا شباب؟ طيب في جنرال فورميلا بقى. جنرال فورميلا لو احنا شفنا الديستانس بتاعت الاكليديان والديستانس بتاعت المينكويسكي سوري السيتي بلوك ايه الفرق بينهم يا شباب؟ هنا بيعمل سمشن هنا بيعمل سمشن. هنا بيعمل باور 2 هنا بيعمل باور كام؟ ما بيعملش باور كانها باور كام؟ 1. وبعد السمشن بيعمل باور كام هنا؟ هاف اللي هو سكوير روت. هنا بعد السمشن بيعمل باور فكانها باور كام؟ 1. في بقى ميثود ثالثه اسمها مينكويسكي منها سبيشال كيس السيتي بلوك و الاكليديان. بدل 1 و 2 مخليها باور ار وهنا باور كام؟ 1 اوفر ار. لان احنا لو لاحظنا دي باور 2 وفي الاخر بعد السمشن باور 1 اوفر 2 فهو خلاها هنا باور ار وفي الاخر باور 1 اوفر ار. الار مالها؟ لا ما هو انا واخد الابسوليوت بعد الابسوليوت باور ار. بعد الابسوليوت باور ار فمش هطلع نيجاتيف خالص. لو شلنا الابسوليوت فعلا هتطلع ايكويشن غلط لانها هتطلع نيجاتيف. صوت يا شباب عايز اسالكم سؤال مهم هنا. انا قربت اخلص بقى انا عارف ان انتوا يعني من بدري فالنهارده هنخلص الجزء ده وهنكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. لو احنا شلنا ده ار وده 1 باور اوفر الار هل هتطلع نيجاتيف؟
عشان الابسوليوت. يا شباب ورا، انتوا اتكلمتوا اكتر مني النهارده، وانا من اكتر الحاجات اللي بتضايق منها ان حد يحضر ويتكلم، لان انا مش هاخد اتندنس. فاللي عايز يحضر عشان يستفيد ماشي، اللي عايز ياخد المحاضره متسجله والله ماشي، مش هزعل خالص، بالعكس لو بقى عددنا قليل واستفدنا احسن. فانا بتضايق من اللي بيتكلم، لو كل اتنين اتكلموا، انتوا صوتكم واطي انا عارف، بس يعني انتوا في وشي فانا شايفكم، ممكن بيتكلموا هناك بس انا مش شايف، بس انتوا حظكم ان انتوا فين؟ في وشي. فنقلل شويه. فدي جنرال فورمولا من السيتي بلوك، ومن مين؟ من الاكليديان. عايزك بقى تقول لي يا باشمهندس بقى، لو الار دي ب 50 ايه اللي هيحصل؟ يطلع رقم كبير ولا صغير؟ مش بتكلمني، لازم ترد عليا بقى، علي صوتك. طب نفكر مع بعض، تعالي. هي البورد للاسف عشان امتحانات، فهم حاطين ده ايه؟ حاطين ده بيرمننت. الصوت يا شباب، السؤال ده ممكن يجي في الامتحان، اقول لكم لو الار بي انفينيتي بكام؟ ايه؟ بصوا يا شباب، انا عندي في الماشين ليرنينج عامه مفيش ميثود بتنفع كل الداتا سيت. ما انا ممكن اغيرها باور 3 وتطلع نتائج مختلفه احسن. انا ما اضمنش انهي ار، يعني انا مش كل مره هستخدم السيتي بلوك. ممكن السيتي بلوك تشتغل كويس صوت ورا، ممكن السيتي بلوك تشتغل كويس مع داتا سيت ليها ديسكريبشن معين، وممكن الاكليديان تشتغل في انذر داتا سيت. عشان كده واحنا بنعمل مثلا الكي ان ان او الكي مين على الماتلاب او على البايثون، من ضمن البرامتر بنحط الفانكشن. ما هي لو في فانكشن واحده بتشتغل حلو مع كل الناس، مع كل الداتا، خلاص مش محتاج ولا السيتي بلوك ولا الاكليديان. وهناخد بعد شويه حاجه اسمها الكوزاين سيميلاريتي، فهتختلف يعني. فعشان كده انا باخد كل الداتا سيت، وعندي حلين بقى بعد كده او كذا حل، ان انا اعرف انهي ايكويشن تشتغل كويس، يا اما بالترايل اند ايرور، يعني اقول مثلا انا استخدمت الاكليديان وطلعت اكيورسي 90%، بعدها بشويه اشتغلت بالسيتي بلوك طلعت 92%، يبقى السيتي بلوك احسن. اشتغلت بالبنكويسكي واربا 5 وطلعت نتائج احسن. فانا لازم اكون عارفهم عشان انا ما عنديش ميثود حلوه لكل داتا سيت. فانا بقول لو الار دي ب 50 ايه اللي هيحصل؟ والسؤال اللي بعديه لو الار بانفينيتي ايه اللي هيحصل؟ اللي جوه باور ار. فتعال نعملها مره على السيتي بلوك، ونعملها مرة على الإكليديان، ونعملها مرة على أرب 3، وبعدين نشوف لما بيكبر إيه اللي يحصل. اتفضل. زمان أيام ما أنا كنت طالب زيكم كده، كان الأوبتمايزيشن ما كانش يعني واصل لمرحلة زي دلوقتي. فكنا بنعمل إيه؟ كنا بعد ما نختار الأر نحسب الأكيورسي، نجرب ونحدد. زي مثلا الكي إن إن، انا بختار الكي على اساس ايه؟ حسب بجرب. هو طبعا التجربه دلوقتي مش عمليه، والمفروض اختار اي اوبتمايزيشن تكنيك زي مثلا الانتوكولوني او التشيكن سوارم او الجيناتيك الجوريزم، تختار لي احسن كي يعني، خلاص. فهي يا اما تكون طريقه هيوريستيك وده احسن دلوقتي، الطريقه الثانيه ان انا اعمل ايه؟ افضل اجرب، خلاص. تعالي اختار لنا بقى لما ار ايكوال 1، ار 1 بكام؟ يعني بعمل كل واحد ماينس اللي تحتيه واخد الابسولوت فاليو. ف1 ماينس 2 بكام؟ بنيجاتيف 1، واخد الابسولوت يعني بكام؟ ب1. يبقى لو سيتي بلوك 1 بلس 3 ماينس 2 1 وهي ابسولوت 1. عايزين نخلي ده بس حاجه تكون ايه؟ سهلة كده، 9 ومثلا و4. 9 ماينس 4 5. طلعت بكام دي؟ 7.
دي لما الار بكام؟ تعالوا لما الار ب 2 1 ماينس 2 1 1 سكوير 1 بلس اكليديان 3 ماينس 2 1 سكوير 1 برضه 9 ماينس 4 5 سكوير 25 ده روت 27 روت 27 بكام؟ روت 27 بكام؟ تلاتة وحاجة 3.3 اه 3 روت 3 يعني بكام حوالي؟ 4 5 و 5 5 بوينت حاجة بسيطة 5 مثلا بوينت 2 مثلا يعني صوت يا شباب تعالوا ناخد لما ار ب 3 ار ب 3 بنعمل ايه؟ بناخد باور 3 وفي الاخر باور 1 اوفر 3 اللي هي باور تلت يعني عشان نوصل ل 50 هتبقى باور 50 وفي الاخر السمشن باور 1 اوفر 50 فبرضه 1 ماينس 2 بكام؟ 1 باور 3 1 ار ايكوال 3 وطبعا دي ار ايكوال 2 ودي ار ايكوال 1 ايكوال ار ب 3 هتبقى 1 باور 3 ب 1 وبرضه 3 ماينس 2 1 باور 3 ب 1 9 ناقص 4 5 باور 3 ب 125 يبقى دول 127 تحت روت رقم كام؟ 3 يعني باور 1 اوفر 3 يعني 125 باور 1 اوفر 3 بكام؟ 127 انا اسف بكام؟ ما حدش معاه كالكليتر؟ حد بس يطلع لنا روت 27 بكام؟ صوت يا شباب صوت 5.02 ايه اللي حصل بقى؟ بيقل صح؟ أول مرة طلع بكام؟ 7 تاني مرة برقم أقل من 7 وبعدها يعني هو بيقل ولا لأ؟ لو جربت على الكالكليتر 50 هلاقيها طلعت برضو رقم صغير ب 100 هيطلع رقم اصغر لو انا قلت لكم ار بانفينيتي هيطلع 5 اه انا متاكد من اللي انا بقوله ده يعني بس عايز اعرف ليه 5 ايه اكيد لا انا دكتور الماده بس مش هفتي كده يعني دي 5 الحاله دي 5 ايه ها هتوصل 5 عند انفينيتي ليه هتقل لغايه 5 بس لأكبر ديفرنس عندي. أنا بعمل إيه يا شباب؟ إيه اللي بعمله كل مرة؟ بحسب إيه؟ بحسب الديفرنس بين أكبر رقمين وأجمع وأعمل باور آر وفي الآخر باور 1 أوفر فالتأثير بتاعي بيكون في أول أتريبيوت هنا ولا في الثاني ولا في الثالث؟ الثالث عشان الأكبر. ده وده أكبر ديفرنس. بس لما أكبر الآر واعمل باور 1 اوفر الار فهيشيلوا بعض ودول مش هيكون ليهم اي لازمه عشان فرق واحد وفرق واحد فرق الخمسه هو اللي هيشيله ولما اعمل الار 5 باور ار واعملها باور 1 اوفر الار هيشيلوا بعض تتبقى مكان في الاخر فاللي هيطلع هو الابسوليوت بتاع اكبر ديفرنس الابسوليوت بتاع اكبر ديفرنس يعني لو خدت دول وقلت لكم بالمينك ويسكي ار بانفينيتي يطلع بكام؟ دول مثلا دول يطلع كام؟ زيرو طبعا ليه؟ عشان الديفرنس زيرو
دول هيطلع الديفرنس ما بين 71 ماينس 23، ده الديفرنس بتاعي، وده اللي هيكون لما ار ايكوال كام؟ انفينيتي. اوكي يا شباب؟ يبقى لما استخدم الار وازود هيحصل ايه في الداتا؟ في الاوتبوت بيقل، يقل لغايه امتى؟ لغايه اكبر ديفرنس، لغايه اكبر ديفرنس. اوكي يا شباب؟ دول ثلاث طرق ممكن نستخدمهم لما تكون الداتا ايه عندي؟ انتجر عاديه. خلاص؟ اللي هي الاكليديان سيتي بلوك، ايه تاني؟ المينك ويسكي. صوت يا شباب، صوت. طيب صح، صوت يا شباب، صوت. طبعا زي ما قال زميلكم بقى، في عيب خطير لما تكون ار بانفينيتي كده، بتلغي مين؟ بتلغي تاثير باقي الاتريبيوت، كاني اشتغلت على كام؟ على اتريبيوت واحد. طيب في بعد كده شوية سيميلاريتي ميجرز بتشتغل لما يكون الداتا باينري. لما تكون الداتا باينري يعني 1 و0، مش هيبقى افكتيف قوي ان انا اشتغل بمين؟ بالاكليديان، لان انا هما رقمين 1 و0. ففي مجموعة من الميجرز بتشتغل لما تكون الداتا باينري او الاتريبيوتس باينري، حاجة اسمها سيمبل ماتشنج وحاجة اسمها جاكارد كوفيشنت. بعمل ايه يا شباب؟ اول خطوة بشوف عندي كام فاريبل في الداتا بتاعتي، مش ده سامبل 1 وسامبل 2، عندي كام مره ممكن اغير الفاريبلز، لاما يكون هنا 0 و0 صح، او يكون 1 ومين 1، او 0 1 او مين 1 و0. هل في غير الاربعه دول؟ لاما الاثنين 0، لا اما الاثنين 1، لا اما اول واحد 1 والثاني 0، او انا 0 واللي بعديه 1. اول خطوه نعملها هنكاونت كم مره 1 و0 وكم مره 0 و0 وكم مره 0 1. يعني هنحسب حاجه اسمها ام 0 0 او ام 0 1. معناها ايه ام 0 1؟ كم مره لو انا بحسب بين البي والكيو، كم مره البي ب 0 والكيو بكام؟ 1. وبعدين اعد ام 1 0، كم مره البي ب 1 والكيو ب 0. وبعدين احسب ام 0 0، كم مره الام ب 0 والكيو، وام 1 1 يعني كم مره الام ب 1 والكيو. وبعد ما احسب دول هدخلها في سمبل ايكويشن. عندي تو ميثودز اهو، حاجه اسمها سمبل ماتشنج، بجمع ام 1 1 بلس ام 0 0 واقسم على المجموع بتاع الاربعه. دي نوع ميجر، صوت ورا. تاني حاجه اسمها الجاكارد كوفيشنت، بيقول لي السيميلاريتي ايكوال ام 1 1 ديفايدد على ام 0 1 بلس ام 1 0 بلس ام 1 1. يبقى المين بتاعي ان انا اعد كم مره البي ب 0 والكيو ب 0، كم مره البي ب 1 والكيو ب 1، كم مره البي ب 0 والكيو ب 1، كم مره البي ب 1 والكيو ب 0. وده سمبل اكزامبل اهو. لو عايزين نحسب السمبل ماتشنج للداتا دي اعمل ايه؟ اول حاجه احسب ام 0 1، ام 0 1 هنا بكام؟ ابص على اللي فوق ده البي كم مره ب 0 والكيو كم مره ب 1؟ هيطلع كم واحد؟ 2 اللي هو اخر واحد، واللي قبليه ب 3. واضح يا شباب؟ طيب ام 1 0 يعني كم مره البي ب 1 والكيو ب 0؟ اول اتريبيوت. طيب كم مره ام 0 0 البي ب 0 والكيو ب 0؟ 7. كم مره ام 1 1؟ كم مره البي ب 1 والكيو ب 1؟ ولا مره. لازم السمشن بتاع ام 0 1 وام 1 0 وام 0 0 وام 1 1 يطلع بكام؟ يطلع بنمبر اوف اتريبيوتس، لازم، لان انا بعدهم فما ينفعش واحد يفضل ما عدتوش، لان ده كل الكومباينيشن اللي هتحصل مع البي وهتحصل مع الكيو. وفي الاخر لو انا عايز اعمل سيمبل ماتشنج، اجمع ام 1 1 وام 0 0 اللي هم كام؟ 0 بلس 7 على التوتال بتاعهم اللي هو 2 بلس 1 بلس 7 بلس 0. انذر سيميلاريتي ميجر اسمها ايه؟
اسمها الجاكارد كوفيشن. بكام الجاكارد كوفيشن؟ ام 1 1 اللي هي بكام؟ بزيرو على اللي هما ام 1 0 1 ام 1 0 ام 1 1. دول طريقتين استخدمهم امتى؟ لما يكون عندي باينري اتريبيوتس. طيب مش انا ممكن يقابلني ان في الاتريبيوت شويه باينري وشويه نوت باينري؟ وده وارد جدا. لو مثلا باخد الجندر مثلا 0 1 يعني ميل وفيميل، وباقي الاتريبيوتس بقى ايج بودي ماس اندكس ويت هايت اي حاجه، مش كده عندي شويه اتريبيوتس باينري وشويه انتجر؟ هل ينفع نشتغلهم كلهم بالجاكارد كوفيشنت او السيمبل ماتشنج؟ هل نشتغل بيهم بالديستانس ميجرز اللي هي بتاعه الاكليديان؟ ممكن يعني في ناس بتقول خلاص بقى اعمل كده وخلاص. يعني الحل الاحسن في بقى سيميلاريتي ميجر اسمها كوزاين سيميلاريتي. الكوزاين سيميلاريتي بتشتغل على الباينري، ولما يكون في ميكسنج ما بين باينري ومين؟ وانتجر نون باينري. بحسبها ازاي الكوزاين سيميلاريتي؟ ادي دي 1 ودي 2 يعني سامبل 1 وسامبل 2. الكوزاين عباره عن اول سامبل دوت برودكت مين؟ سامبل الثاني مش كده؟ وديفايد على مين؟ على البرودكت بتاع دي 1 في مين؟ في دي 2. فاكرين بنحسب دي 1 ودي 2 ازاي؟ فاكرين بنحسب الدوت برودكت ازاي؟ المفروض خدتوه في الماثماتكس. الدوت برودكت بيحسبها ازاي؟ بيضرب كل رقم في مين؟ في اللي قصاده، وفي الاخر بياخد مين؟ ادي دي 1 في دي 2 عباره عن كام؟ صوت ورق يا شباب. دي 1 في دي 2 بكام؟ 3 في 1 زائد 2 في 0 زائد 0 في 0 زائد 5 في 0 وهكذا لغايه 0 في 2، يعني يضرب كل رقم في مين؟ في اللي قصاده. وبعدين يحسب بقى الدي 1 عباره عن كل رقم في نفسه، بس اخد ايه في الاخر؟ اخد السكوير روت، يعني 3 في 3 بلس 2 في 2. طبعا 0 في 0 ب 0 فممكن نعمل لها ايه؟ 2 بلس 5 في 5 بلس 2 في 2 وناخد مين؟ الابسوليوت، اخد السكوير روت واحسب دي 2 اللي هي عباره عن 1 في 1 زائد هاجنور كل الزيرو دول، 1 في 1 زائد 2 في 2 واجمعهم واخد مين في الاخر؟ باور مين؟ باور هاف. وفي الاخر اقسم دي 1 في دي 2 على دي 1 في دي 2، ودي الكوزاين سيميلاريتي. وبتنفع امتى؟ لما يكون باينري مع انتجر. في بقى اكستندد جاكارد كوفيشنت. احنا خدنا الجاكارد كوفيشنت من شويه عباره عن ايه؟ بتنفع امتى؟ لما يكون بقى باينري. طلعوا منها اكستندد جاكارد بتنفع لما يكون ايه؟ باينري على انتجر. بحسب البي دوت كيو ماشي اللي هو الدوت برودكت عادي، واقسم على بي سكوير بلس كيو سكوير ماينس بي دوت كيو. يعني هجيب الدوت برودكت عادي، وهنا هجيب البي، بس بعد ما اخلصها هعمل لها ايه؟ او ما اخدش باور هاف. لو انتوا فاكرين كنت باخد باور هاف، فباور هاف هيشيل مين؟ السكوير. ونفس الكلام الكيو سكوير ماينس مين؟ الدوت برودكت ما بين البي ومين؟ والكيو. دول السيميلاريتي ميجرز اللي هنستخدمهم. ما هو منين؟ اكيد اعتقد ان هو احنا مش متحكمين فيه. انا بقفل دلوقتي. فاحنا اخدنا ثلاث انواع من السيميلاريتي ميجرز. نوع بيشتغل لما يكون انتجر، خدنا السيتي بلوك والاكليديان ومين؟ ومين؟ والمينكويسكي. وخدنا نوع تاني ينفع لما يكون باينري اللي هما السيمبل ماتشنج والجاكارد كوفيشن. وخدنا نوع اخير ينفع لما يكون فيه ميكسنج من الاتريبيوتس، لما يكون مجموعه باينري ومجموعه مش باينري، لا اما الكوزاين سيميلاريتي او الاكستندد جاكارد كوفيشن. دول اللي هنستخدمهم از سيميلاريتي ميجرز لما نيجي نحل اي ايه؟ اي حاجه.
لو انا في الامتحان قلت لك اعمل لي كلاسترنج وفول ستوب، انت ممكن تستخدم اسهل واحده فيهم. لكن لو ليك انت، لكن لو انا قلت لك استخدم الديستانس ميجرز الفلانيه يبقى لازم تشتغل بيه. سؤال تاني ممكن يجي لنا ان انا اقول لك اعمل بروف او ديس بروف ان الميثود دي اقدر اسميها سيميلاريتي ميجرز او لا. اوكي يا شباب، في حد عنده اي استفسار؟ اشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله.